جماهيري كبير في هذه الاحتفالات، فبالتالي عملية التأميم في نفسها بتبقى شديدة الصعوبة. طيب يعني قراءة كده سريعة في المشهد الدولي، كل الدول الأوروبية على رسوم طبعا امبارح يعني كانوا متسابقين في ردود الفعل، الرد البريطاني الأمريكي الروسي التركي الإسباني، كل الردود طبعا، وفي كان رد من الأزهر الشريف والرد المصري بالطبع كان إلى حد كبير كله يتلخص في إدانة للإرهاب أيا كان طبعا دينه ووطنه والأشكال اللي يعني اللي تم فيها بالتنفيذ. هذه الإدانات الدولية يعني هل هي مثلا إدانات نقول برقيات أشبه ببرقيات إدانات تعازي وخلاف، ولا ممكن يبنى عليها دراسة ما بحيث أنه المعالجة في نقطة الضعف اللي حتى كانت تشتكي منها بريطانيا وهي عدم وفرة المعلومات الخاصة بأيا كان أي هجوم ممكن يقع أو حادث إرهابي؟ اعتقد انه زي ما حضرتك قلت انه الادانات الدوليه بحد ذاتها اخذت ايضا الشكل الروتيني في الادانه، ولكن هناك كثير من الحكومات الغربيه لا تريد ان تضع يدها على اسباب هذه الظاهره وعلى ما يجري في الشرق الاوسط وعلاقته بالارهاب الذي يضرب اوروبا. هناك تراخي في مواجهه موجه التطرف الفكري سواء في العالم العربي او في القاره الاوروبيه نفسها نتيجه وجود جماعات كثيره ومنظمات كثيره تعمل بحريتها تماما في مجتمع يتيح الحريات ويتيح المساواه في الحقوق والواجبات، وبالتالي هناك عامل مشترك بين الشرق والغرب في هذا الامر. ايضا لو رجعنا للادانه الامريكيه ستجد انه هناك ايضا عبارات انشائيه واضحه لا تريد ان تلمس دور الولايات. انا بس من ضمن الادانات اللي استغربتها كان الادانه البريطانيه طبعا وزيره او رئيسه الوزراء الجديده اللي تحدثت انها حصدرت رعاياها البريطانيين من السفر الى فرنسا. تريزا ماي بتتحدث بشكل واضح رئيسه الوزراء الجديده عن احتمال خطر شبه فوري او خطر قائم على بريطانيا من وقوع هجمات مماثله، لانه وفقا لما يتوفر لديهم من معلومات وهي رفعت درجه الاستعداد وطلبت من اعتقد انها طلبت من وزاره الخزانه البريطانيه مزيد من الدعم لتقويه الحاله الامنيه في بريطانيا. فبالتالي احنا بنتكلم على سيناريو ان اوروبا بتنظر الى هذه الحوادث الآن بعين الاعتبار أنها مترابطة ويمكن أن تحدث في أي مكان. الولايات المتحدة ما قصدت أن أقوله، الولايات المتحدة ستدعو خلال أسابيع، هناك اجتماع تنسيقي خاص بمبادرة الدولية التي أطلقتها أمريكا العام الماضي بشأن عقد اجتماعات في واشنطن لمحاربة الإرهاب ومواجهة. طيب أنا دلوقتي الأسئلة كانت برضو في إطار إحنا حاطين عنوان كبير جدا، اسمح لي يعني أشبه يعني بورقة صحفية كبيرة وعنوان كبير جدا باللون الأحمر وبيقول كيف أصبحت فرنسا، والآن لم نرى أحد يتبنى يعني جهة ما تبنت، ما شفناش حد تبنى الأمر ده سواء من داعش أو غيره. هل ده بيطرح علامة استفهام أو بيطرح يعني علامات تعجب؟ السياق اللي حصلت فيه الحوادث الارهابيه كثيره في العامين الماضيين بتقول ان هناك عمليه حاله من التبني للافكار المتطرفه بتنمو في اوساط التجمعات او الجاليات العربيه في سواء ما حدث في بلجيكا وما حدث في فرنسا. هناك تشابه في ان التحقيقات بتثبت عدم وجود صلات قويه بين التنظيمات الارهابيه وهؤلاء الاشخاص. ايضا انه السياق العام في الاحياء الفقيره والمجتمعات التي خرج منها هؤلاء الاشخاص اعتقد انها اصبحت الان لدينا صوره عن الحاله الاجتماعيه التي خرج منها هؤلاء. بالتالي مساله انه مدى ارتباطهم بتنظيم داعش او غيره اعتقد انه في مؤسسات كفيله بتخريج ارهابيين بما يكفي، يعني بمعنى انه مش داعش بمفردها، هناك مؤسسات دينيه
تعمل في الغرب، ومؤسسات دينية موجودة أيضا لدينا قادرة على أنها تنتج هذا النوع من التصرف وتصدير أفكار تضرب بعنف. طيب. سواء لدينا أو في طيب الأسئلة اللي يعني كتير من المواطنين بيسألوها وبيحاولوا يجدوا إجابة عليها خاصة في التوقيت ده، فرنسا يعني نقدر نقول كده من السنة الماضية لحد اهو نص 2016 احنا بنتكلم عن ما يقارب سبع يعني هجمات عمليات تمت ما بين طبعا شديدة وخطرة، كان أعنفها طبعا تفجيرات نوفمبر، لكن ما يعني ما نقدرش نبتعد على حدث طبعا في بلجيكا في بروكسل او حتى في تركيا في أتاتورك. لماذا أوروبا الآن جميعا هي في نقدر نقول كده بوصلة الأعمال الإرهابية والإجرامية البشعة؟ تنظيم داعش منذ حوالي عام أو عام ونصف وجه تحذيرات واضحة للحكومات الغربية بأنه سوف نصدر لكم الإرهاب إذا لم تكن هناك صفقة واضحة بين هذه التنظيمات النشطة على الأرض في العراق وسوريا، ومن أجل أن يعطى لهم دور سياسي ويصبحوا قوة معترف بها. هذه التنظيمات عندما بدأت الاضطرابات الجوية لمحاصرة أو لاحتواء هذا الخطر بعد صراخ المجتمع الدولي والعالم العربي من خطورة هذه التنظيمات التي وجدت رعاية من أجهزة استخبارات غربية، أعتقد أنه كانت النقطة الفارقة أنه تنظيم داعش كان يريد اعترافا بانه يقيم دولة خلافة على الارض في سوريا والعراق، وعندما فشل ذلك بدأت بعض العاملين او بعض المنتمين للتنظيم في توجيه هذه الضربات، بعضهم كان تنظيميا من الواضح انه كان تنظيميا في التنظيم نفسه وعادوا من سوريا ومن العراق، والبعض الاخر تبنى الفكرة. وهذه الحوادث الاخيرة في الاسابيع أو الشهور الأخيرة بتقول أن هناك غطاء فكري، هذا الغطاء الفكري تسلل إلى مجتمع الجاليات العربية في المدن وفي الدول الغربية. أنا مشكورك جزيلا طبعا أستاذ عزت إبراهيم طبعا رئيس تحرير أو مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا يا فندم على الإيضاحات، وطبعا يعني محاولة في قراءة الحدث وكذلك الإجابة على السؤال الكبير كيف أصبحت فرنسا، كيف أصبحت نيس بعد يعني أحداث الأمس. خليني يعني أوصف لحضراتكم أبقى مع هذه الصورة. طبعا ده يعني محيط جزء من محيط الحادث بالأمس، وزي ما احنا شايفين في كوردونات طبعا يعني في آخر الصورة كوردونات بيضاء، يعني كوردونات دي أساس طبعا يعني تحيط يعني الأماكن اللي يعني كان فيها طبعا نقدر نقول جثث أو ضحايا كانوا متواجدين في الحتة دي، وطبعا ده الحالة الأمنية دي بتتم اعتياديا مع أي عملية إجرامية بتحدث في أرض ما في الشوارع أو في المناطق المفتوحة، فبيتم تطويقها أمنيا لوجود تقصي الحقائق أو لوجود طبعا لجنة خاصة تقدر الأعمال الجنائية تقدر أنها تستكشف أو تقدر تستخلص منها معلومات أو مدلولات أو يمكن أشياء أخرى في عمليات طبعا البحث عن الحقيقة والإجابة على تفسير لما حدث بالأمس. طيب ننتقل إلى جزء تاني مهم جدا في سياق هذا الحادث، وكيف أصبحت فرنسا ونيس. على المستوى الرسمي أو الرئاسي كل من لهم دور معني في ما يسمى بخلية الأزمة اللي كانوا موجودين في فرنسا، بتكلم على الداخلية، بتكلم على رئيس الوزراء، كذلك أيضا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، خرجوا إلى العالم أجمع وتحدثوا نحن في حالة حرب ونحن نحاول صد هجمات كثيرة جدا، ونحن كجهاز شرطة لا نزال يعني واقفين على أقدامنا في مواجهة الإرهاب، بل بالعكس سنرد الصاع صاعين، سنرسل قوات إلى سوريا أو إلى العراق. خلي بالكم أن مشاركة فرنسا في التحالفات الأخرى اللي كانت بتتم لداعش ضد داعش في سوريا أو العراق كانت يعني مشاركة إلى حد ما نقدر نقول مشاركة جوية فقط، يعني مش قوات مشاه على الأرض. جزء طبعا من الناس الموجود في الصورة بيتابع المشهد باستغراب، البعض منهم أكيد يعني اللي عايز أقول لكم أن نيس في هذا التوقيت من كل عام
كانت بتستفيق على يعني لحظات سعادة، لحظات بهجة، لحظات يعني فسح ومرح، لأن طبعا نيس مدينة ساحلية يعني اقتصادها كله يعني قائم على السياحة، السياحة وتنظيم المهرجانات والمعارض. فبالتالي نيس كانت إلى حد ما نقطة استقطاب للكثير من الجنسيات غير الفرنسية اللي موجودة. وطبعا يوم 14 يوليو اللي هو يوم العيد الوطني اللي هو عيد الثورة الفرنسية 1789، فكان اليوم ده بيبقى مختلف. طيب أنا معايا مين دلوقتي على التليفون؟ إيلي حاتم المحلل السياسي من باريس. السيد إيلي حاتم، تحياتي سيد إيلي، واسمح لي يعني بنقل تعازية، بوكرة تعازية اللي قلتها بالأمس، وطبعا على هذا اليوم اللي عاشته فرنسا بالأمس. وبالطبع هو يوم استمر طويل حالة الحزن، كلما تستفيق فرنسا من حالة من كبوة تتلقى الأخرى. كيف أصبحت فرنسا اليوم وبالأخص على وجه التحديد نيس؟ هناك خوف وذعر من الشعب الفرنسي لما يحصل وما حصل ويحصل على الأراضي الفرنسية، وللأسف ربما سيحصل أيضا ويتطور أكثر حسب ما قاله رئيس الجمهورية الفرنسية أمس السيد فرانسوا هولاند، الذي قال أن هناك خوف من عمليات تخريبية أخرى قبل ما حصل أمس المساء مثلا في نيس. وهناك أيضا نوع من الاشمئزاز من الشعب الفرنسي من السياسة الفرنسية، السياسة السياسيين الفرنسيين الذين اتخذوا مواقف هي غير صالحة للأحوال في فرنسا، مثلا السياسة التي اتخذتها فرنسا في التدخل مثلا في ليبيا وإطاحة ومالي الدولة، وليس فقط رئيس الدولة القذافي، وأيضا ما يحصل اليوم في الشرق الأوسط وتأثيراته أيضا على الأراضي الفرنسية. فالفرنسيون اليوم لا يفهمون مثلا السياسة التي اتخذتها فرنسا نسبة لسوريا، ونحن نعلم أن هناك أيضا مئات الضحايا الذين يقعون في الدول العربية، مثلا في العراق منذ أسبوع هناك حوالي 300 شخص، في إسطنبول في تركيا مثلا أيضا. وهذا يتعلق في هناك نوع من الأعمال المخابراتية، وهذا ما قاله الزعيم جون ماري لوبين الذي أنا كما تعلمون مستشاره السياسي، وهو يقول أن هناك ألاعيب مخابراتية ويد وأيادي مخابراتية. فلماذا مثلا؟ طيب التفسير لاستهداف فرنسا سيد إيلي، التفسير لاستهداف فرنسا في هذا التوقيت، يعني الرؤية كانت يعني اتفقت على إيه؟ اتفقت أنه ليه استهدفوا فرنسا؟ عشان السياسيين والسياسة الخارجية الفرنسية وهذا التوسع والتغيرات في المواقف الفرنسية عن العهد السابق، هذا هو التفسير؟ نحن نعلم أن السياسة للأسف السياسة الخارجية الفرنسية هي سياسة التبعية للسياسة الأمريكية ومواقف الناتو، وتطبق اليوم الدولة الفرنسية كل السياسات التي تطلبها. طيب منها سيد إيلي، أنا يعني هنقف بس يعني بوقفة سريعة جدا، وخليك معنا على الخط، هنرجع طبعا لأن عندنا الأذان ونرجع نكمل مع حضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم. كيف أصبحت فرنسا وكيف أصبحت نيس بعد ما عاشته فرنسا بالأمس؟ الحقيقة لهذا المشهد اللي تم بالأمس والحادث الكبير، كان لينا تغطية مع حضراتكم بالأمس بالليل من الساعة 12 صباحا، وقت يعني الساعة الأولى بعد حدوث هذا الأمر، وحاولنا يعني نلتقط المعلومات، حاولنا نجمع المعلومات، لأن كان في الوقت ده بتبقى المعلومات بتبقى شحيحة بقدر كثير جدا، لأنه بيتم يعني استقصاء أي معلومة. طيب
رجع معايا تليفون سيد إيلي حاتم، طبعا المحلل السياسي من باريس، وحديثنا يا فندم بنتكلم على سؤال، والسؤال ده يعني يتساءلوا حتى الفرنسيون وأيضا العرب جميعا وفي مصر على وجه التحديد، لماذا فرنسا؟ فرنسا من يناير 2015 لحد احنا يوليو اهو 2016 بنقول 7 هجمات تم، وطبعا تتفاوت بين صغيرة وكبيرة، ولو ان طبعا كل الضحايا يعني بتساوي طبعا في الألم والحزن، لكن لماذا فرنسا على وجه التحديد؟ فرنسا لأنها لديها تدخلات نحن نعلم في الدول العربية وفي أفريقيا، وخاصة مثلا في مالي وأيضا مثلا في ليبيا، وهي تتحمل نتائج سياستها. ونحن نعلم أن سياسة فرنسا منذ أن تولى الحكم نيكولا ساركوزي تقربت من الولايات المتحدة ومن الناتو، والسياسة الخارجية الفرنسية تنظر قبل مصالح فرنسا بمصالح إسرائيل واللوبي الصهيوني الذي يتحكم وللأسف بالسياسة الخارجية الفرنسية. وهذا لست أنا فقط أقوله، بل مثلا وزير الخارجية الفرنسي السابق السيد رولان دوما الذي كان وزير خارجية الرئيس فرانسوا ميتيران، والذي هو يستاء أيضا من هذا التطور في السياسة الخارجية الفرنسية. فأصبحت اليوم فرنسا هي اليد للمخابرات الأمريكية وللسياسة الأمريكية. فمثلا عندما لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم تسويد صورتها في العالم بإقامة بعض المواقف، فتطلب من السلطات أو من السياسيين الفرنسيين الذين هم تحت وقت السياسة الأمريكية والناتو والتي تحكم بها اللوبي الصهيوني أن تقوم بهذا. فهذه النتائج يتحمل الشعب الفرنسي اليوم نتائج هذه السياسات، هذه السياسات التي تؤدي وتريد أيضا إقامة البلبلة. فنحن نعلم مثلا في الدول العربية في الشرق الأوسط مثلا هناك مشروع سياسي لإقامة زهر وإقامة حالة حرب وتفتيت وبين المسلمين مثلا، في إقامة حرب بين المسلمين السنة والشيعة، وعندما لا يوجد شيعة مثلا في بعض الدول إقامة المشاكل بين المسلمين الأخوان المسلمين أو السلفيين. وفي أوروبا وفي فرنسا خاصة هناك مشروع سياسي لإقامة بلبلة بين الأوروبيين والفرنسيين والذين هم من أصول عربية أو إسلامية. سيد إيلي معلش هرجع لك مرة تانية، بس عندنا مؤتمر صحفي دلوقتي من الأمم المتحدة من نيويورك بشأن طبعا تداعيات الحادث اللي تم في نيس. أرجو أن احنا يعني أن تظل معنا ونرجع تاني نستفيد طبعا من حضرتك المعلومات ماذا يدور وكيف أصبحت فرنسا. نتابع المؤتمر وكل العمليات الإرهابية التي يقوم بها وينفذها هؤلاء هي مدانة، ونؤكد ضرورة جلب هؤلاء المهاجمين إلى العدالة. شكرا جزيلا. استمعنا إلى هذه الإدانة من يعني مجلس الامن طبعا بالامم المتحده ادان، او طبعا هو كان طلع بيان وادان طبعا بالاجماع بال 15 عضو ادان طبعا اللي تم في نيس، وكان طلع بيان. الان البيان خرج مقروءا امام العالم. فرنسا يعني عضو ليست بالهين في مجلس الامن، وبالتاكيد كان هناك الكثير المتعاطف واللي حب يخرج طبعا بقرار ادانه سريع جدا، ولعل وعسى أن يكون هناك حراك دولي أو مشروع دولي للتعاون في محاربة الإرهاب، تعاون بجد مش تعاون على الورق أو تعاون في إطار المصطلحات أو في إطار الزيارات أو تبادل البرقيات، تعاون بجد في إطار تبادل المعلومات، تعاون بجد في إطار إبراز معلومات لإنقاذ. يعني لم نسمع، كنا نسمع دائما قبل 2014 حتى تحديدا في أوروبا، وكانت أغلب والبعض بيستغرب كانت أغلب المعلومات دي بتخرج من لندن.
تحذر دولة ما في أنه سيقع إرهاب في الحتة الفلانية، أو تحذر دولة ما من وقوع عمليات إرهابية إلى آخره. لكن شح المعلومات وتبادل المعلومات لم يكن حتى في وسائل الإعلام، أصبح أيضا ما بين الأجهزة الاستخباراتية. فعملية أن يكون في تعاون بجد هو ده اللي بنأمله في يعني في القريب لمحاربة الإرهاب. وطبعا الأمم المتحدة انتفض وكان هناك يعني تحرك سريع جدا لعملية إدانة ما تم في باريس ونيس، وبنتمنى نتمنى دائما أن يكون التحرك بالمثل في أي منطقة عربية يحدث فيها هذا الأمر. كان عندنا حادث طبعا اللي تم في العراق في الكرادة، ويعني ضحايا يعني تخطوا 200 وغيره من الأمور دي كلها. على العموم نبقى في الحدث ده، في بعض الأحيان يعني بيتطلب الأمور إن احنا نعمل كده عمليات تناص أو حتى عمليات تشابه سريع جدا ما بين الأحداث في وقتها اللي بتحدث في نفس الوقت، أو حتى في المعاملة بالمثلة. أنا معايا دلوقتي السيد إيلي حاتم، لسه موجود معايا المحلل السياسي. طيب سيد إيلي، طيب اللي أنا كنا بنتكلم على موضوع التدخل الفرنسي في قضايا الشرق الأوسط تحديدا، أنا بتكلم يعني يخصني النقطة دي. إحنا كان عندنا الأسبوع اللي فات وكالمعتاد فرنسا بتتبنى المؤتمر بتاع مجاهدي خلق بتاع إيران، المعارضة، جهة المعارضة بتاعت مجاهدي خلق اللي هي المعارضة الإيرانية، وده مؤتمر بتتبناه يعني كل سنة وما كناش بنشوف أي حاجة. هل ممكن ده يكون من ضمن الخيوط لي يعني نقول كده يعني ساهمت في موضوع امبارح؟ لا أعتقد ذلك، لأننا نحن نعلم أن في الشهر 11 نوفمبر الماضي لم تكن هناك مؤتمر في فرنسا للمجاهدين، مجاهدين خلق الإيرانيين. ونحن نعلم أن مثلا ما حدث منذ سنة في أكثر من سنة في شارلي إبدو لم تكن هناك إيران على الخط في فرنسا. ونحن نعلم أن فرنسا كانت لها سياسة عدائية ضد إيران، وخاصة حول سياسة النووي ضد إيران، فكان هناك تشتت من ناحية. سيد إيلي معايا وزير العدل الفرنسي، يعني هنسمع ونرجع لحضرتك، بعتذر. يعني على مستوى القضاء نحاول اتخاذ القرارات وهي امتداد لما اتخذناه من قرارات بعد هجمات نوفمبر. هناك مناقشة حول التنسيق مع النيابة العامة لباريس وكذلك النيابة العامة لباقي المدن، لأننا نعتبر أنه يمكن أن تحدث هجمات في أراضي مختلفة من أراضي الفرنسية، ونحاول أن يكون هناك صلاحية لنيابة باريس في التدخل بالنياب أراضي التابعة للنيابات العامة الأخرى في المدن الأخرى. ولاحظنا أنه الذي تخيلنا حصوله حصل فعلا، وأن قانوننا ورزنامة قوانيننا لا تزال تحتاج إلى المزيد من التنسيق، وحصل هناك توصيف للواقعة، وتم إختار النيابة العامة لباريس التي بدأت تحقيقها الفيدرالي لأن الأمر يتعلق بالإرهاب، وتم التنسيق مع الخلية المكلفة بمواجهة وكفحة الإرهاب، وتم الحديث عن من هم المهاجمون وأن هذا الهجوم هو من النوع الإرهابي على ما يبدو، وينطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب وكذلك القانون الجنائي. لذلك نحاول أن ننسق ما بين المدعين العامين للنيابة العامة نحو 4 صباحا و5 صباحا. 4 مدعين عامين من فرنسا التقوا، وجاء 2 منهم إلى نيس، و2 توجه لمتابعة أحوال الضحايا لأن هذه من بين مسؤوليتهم كمدعين عامين. وهناك أيضا من ذهبوا في التحقيق بالتنسيق مع الخلية التي كانت قد عملت في سان دوني، والتي شملت بعض الموظفين للتنسيق عمل
العمليات بمرونة وسلاسة على مستوى تنسيق المعلومات التي ينبغي تجميعها وإخبار العموم بها، وذلك في إطار التنسيق الشامل مع النيابة العامة لباريس. وأحيي هذا النوع من التنسيق الذي أثبت أنه بهذه الطريقة فقط يمكن أن نوصل المعلومات اللازمة للجمهور. كذلك نحيي أولئك الذين ساعدونا على تحديد هوية الفرد المنفذ للهجوم. هذا الشخص أدين فقط لواقعة في ماي 2016 حيث وضع تحت مراقبة قضائية بسبب عنف استخدامه للعنف بسبب سلاح، والأمر يتعلق بشجار حصل بينه وبين قائدي مركبتين في الشارع، واستعمل العنف مع الذين تشاجر معهم، وتم الحكم عليه بالسجن المؤجل وأدين. وهذه الواقعة الوحيدة التي أدين بها، ولم يكن لديه أي سجل آخر من غير هذا. وكذلك وجدنا أنه عندما حضر إلى كوميسارية طلب منه أن يحضر إلى كوميسارية نيس مرة في الأسبوع، وذلك في إطار 3 أشهر للمراقبة القضائية من أجل التأكد من أنه سيحسن سلوكه. ولكن بعد وقت رأينا ما الذي حصل، هذا الهجوم الإرهابي الخطير ولديه تأويلات عديدة، لأن العديد من المواطنين عندما وصفوا ما حدث بالأمس ونظرنا إلى الضحايا كذلك وجدنا للأسف أن هناك بعض الموظفين بعض الوزارات الذين قالوا إن هناك كان هناك جهود ملحوظة من قبل القوات في الاستجابة لهذه الواقعة، وهذا ما نفترض أن يحصل. وأعتقد أننا قمنا بما يلزم من مواجهة هذا الهجوم غير المتوقع، لكن وزارة العدل ستواصل التحقيق، لأنه كما تعلمون يكون البداية بالسلطات القضائية والمدعي العام لباريس، لأن الأمر لديه طبع إرهابي. وزير العدل الفرنسي قال طبعا الحدث ده بينطبق عليه طبعا قوانين الإرهاب، وأنه مهمته دلوقتي التنسيق بين الجهات المعنية طبعا عشان خاطر لمحاربة الإرهاب. أنا بس عايز أقول ملاحظة بسيطة جدا. كل من تحدث الآن أمام وسائل الإعلام من الجهات الفرنسية أو الدولة الفرنسية، ممثلة في الرئيس فرانسوا أولاند، وزير الداخلية، رئيس الوزراء، وزير العدل، كل من تحدث أشبه بأنه بيلقي بيان ولا يجيب على أي سؤال، ينتهي بيانه ثم يغادر سريعا. ما فيش حد بيجيب على أي سؤال أي صحفي بيسأله، هو بيقول البيان بداية من رئيس الوزراء، وزير الخارجية، حتى وزير الداخلية وكمان وزير العدل، بيقول الفرنسيين بالطبع يقول كلمته والبيانه ويذهب سريعا. يعني ما فيش حد بيجيب على أي معلومة او اي يعني صحفي بيسال اي حاجه، لا ينتظروا حتى للصحفيين هم يسالوا او حاجه. معناته ان هم في دائره مغلقه بيتم من خلالها تنسيق البيانات والمعلومات وترتيب حتى الادوار للحديث الى الاعلام. فبالتالي احنا بنشوف وجه مغاير للسياسه الفرنسيه، ومراجعه ربما تكون مش مراجعه امنيه بس. فرنسا الآن بتسعى إلى مراجعات شتى، مراجعات في الناس اللي عايشين على الأرض، الإحصاءات، تشوف الناس المجدولة إنها إلى حد ما بتشكل نوع من التهديد أو إلى آخره، على اعتبار إنه الآن بعض القضايا بقت في عهدة الجنائية الإرهابية. يعني ما حدث في نيس تم إعلانه بالأمس وزير الداخلية إنه للمحققين المتعلقين بالإرهاب، وطبعا في محققين مدنيين للقضايا المدنية، لكن ما حدث بيعتبر إرهاب، وبالتالي ينطبق عليه أن يكون محققين من ذوي الخلفية الإرهابية.
طبعا لما يكون ذوي خلفية إرهابية يعني بينطبق عليه الحال في طبعا عقوبات شتى إلى آخره من الأمور دي كلها. ولذلك كان وزير الداخلية منطقي يقول إن إحنا في حالة حرب، إن إحنا في حالة حرب، لأن كل ما يتعلق بالإرهاب شغالين من محققين على الأرض متواجدين. طيب كي لسه بنجيب على السؤال، كيف أصبحت باريس، كيف أصبحت فرنسا اليوم بعد حادث الأمس، بعد تكرار ما يقارب من 7 حوادث فرنسا عاشت من يناير 2015 اللي بدأ طبعا بيه على الجريدة بتاعت تشارلي إبدو، وبعديها عدد من الحوادث الأخرى، واستمر الموضوع إلى حادث امبارح اللي هو كان السابع تقريبا. فاحنا نتكلم عن 7 حوادث أعنفها كان في نوفمبر، في نوفمبر طبعا 2015 اللي حصل 130 من ضحايا، وبتتكلم على طبعا دول من القتلى، بتتكلم على عدد اكتر طبعا من المصابين. طيب دلوقتي هنكمل مع حضراتكم، احنا مستمرين طبعا في قراءة الحدث ونجيب على السؤال لهذا التوابع للحادث، وكيف اصبحت فرنسا، بل ممكن يعني نكبر السؤال ونقول كيف ستصبح فرنسا والاتحاد الاوروبي حتى والعالم الاوروبي. واحنا يعني بعد شويه هيكون ضيفي ومشرفني طبعا سعاده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق عشان يكلمنا اكتر من ناحيه السياسيه. دلوقتي هنروح لموجز لاهم واخر الانباء طبعا على راس كل ساعه مع طبعا مها سراج. اتفضل يا مها. تحياتي ليك يا أيمن والمشاهدين الكرام، والبداية من نيس حيث